في تلك المباراة. هذه الكرة تلعب عالية الآن وخطير. الله الله، جاء المدافع، جاء الصربي بالراس، والجزراوي الجزراوي سعادة أولى، سعادة أولى، فرحة أولى للجزراوي. جاء الصربي من بعيد وارتقى عاليا وسدد الكرة، سدد الكرة، شوف وكأنه حاطها بقدمه، هي بالراس، هي بالراس، لكن في مرمى خالد عيسى. ملعوبة صح، التكنيك صح، الكرة في المكان الصعب جدا، الكل كان يذهب لعلي مبخوت. في ملعب جميل، في كرة جميلة عن طريق برمان، كرة تذهب وتعود لخالد البلوشي، نقلات الله الله، هدف يلغى، هدف يلغى. انا كنت بقول انه عاد في المباراة المناسبة. هل كان متسللا؟ هنا سيعود للفار، اعتقد سيعود للفار. هذه اللعبة طبعا، واعتقد راح يحسب الهدف، لان هنا طبعا لاحظ قدم مدافع الجزيرة، وبعد ذلك طبعا الكرة من جوانكا وجوانكا. وما هو القرار؟ ما هو القرار في عند العيناوية؟ حسب الهدف، حسب الهدف، نعم، عاد العين، عاد العين، وعادت جماهير العين، وعادت الفرحة للعين، وجوانكا عاد في المباراة المناسبة. نعم، هذه المباراة اللي صالح فيها جماهير العين. نعم، ضرب جزاء احتسبها الإيطالي. شوف لما يجي حكم أجنبي ما في حد يناقشه، ما في حد يقول والله ما، ضرب جزاء، يتقدم لابا، جول، جول ثاني للعين، هدف عيناوي ثاني، هدف ثاني للعين من جانب لابا، غاب في الجولات الأربع الماضية وعاد أيضا في الأمسية الكبيرة. والعيناوية ما أسعدهم الآن، ما أسعدهم في الساد آل نهيان. نعم، هذه ضربة الجزاء، هذه ضربة الجزاء، واليوم السبت والعيناوية طبعا رديم العين طبعا. هذه ضربة الجزاء سددها بكل سهولة وكل هدوء وسجل الهدف، وفرحت طبعا إيريك، فرحت لابا. عندهم لاعب سريع، عندهم مغربي سريع اسمه سفيان رحيمي، الآن عند الكرة، الآن يتقدم والكرة، الله الله، ياهو شوت، ياهو شوت للعيناوي، ياهو شوت للعيناوي. العيناوي يسجل الثالث، يسجل الثالث، والشوط الأول في لحظاته الأخيرة، هدف عيناوي ثالث من مرتدة، مرتدة. خلفك الأمة العيناوية، نعم، خلفك الأمة العيناوية، هدف عيناوي ثالث، هدف عيناوي ثالث في اللحظات الأخيرة. الكرة كانت للجزيرة، هذا اللي كلنا نقوله، الكرة كانت للجزيرة. عينك، عينك على برمان، وعندك لاعب سريع، عندك لاعب سريع يعشق المساحات ويعشق المراوغات، والكرة في زاوية ميتة، في زاوية صعبة على عبد الرحمن العامري. العين يتقدم الثالث الآن بعد ما كان متأخر بهدف في الشوط الأول، الشوط المثير في الموسم الماضي. هذا سفيان رحيمي، يا سلام، يا سلام على المرور وعلى السرعة، والكرة باتجاه لابا في الكرة، أوه، أخطأ العامري وسجل العين، هدف رابع، هدف رابع للعين، هدف رابع للعين. احتفل ولا ما احتفل؟ يعود للفار، نعم يعود للفار، نعم يعود للفار. هذه اللعبة، هذه اللعبة، التسلل غير موجود بالمناسبة،
لكن ربما هو وقف اللعبه على الاشتراك مع حارس المرمى. هذه كره بتطيح من يجزاء عبد الرحمن العامري ويسجل لابا. هو احتسب الهدف، لكن طالما انت الشخص، انت انسان راح يحتسب الهدف. احتسب الهدف، نعم. العيناوي الان يتقدم بالهدف الرابع. العين يتقدم بالهدف الرابع. ياهي مباراة كبيرة امام فريق كبير في ليلة كبيرة، والجمهور العيناوي الكبير يحتفل بالهدف الرابع. نعم، الهدف الرابع للعين في مرمى الجزيرة. هذا ما حدث في أبوظبي منذ سنوات. نعم، آخر فوز للعين في أبوظبي 2018. هذه اللعبة كوسانوفيتش كان مغطي بقدمه، وسفيان رحيمي يصنع الهدف الرابع، وأيضا هدية. شوف المرور هذا اللي فتح الطريق بالنسبة للعيناوية. وبعد ذلك خطأ من قليل الخبرة عبد الرحمن العامري يسجل اللعبة. غاب في 4 جولات وظهر في المناسبة الكبيرة. نعم، أخطأ عبد الرحمن العامري وتخطئ أمام لابا. طبعا هذه محاولة، كرة في المكان الخطير، فرصة، هدف خامس. هاتريك للابا اللي يذكر العيناوية بجيان. رحل جيان فجاء لابا، والعين يعود ويؤكد صدارته المستحقة، ولكن بنتيجة كبيرة 5-1. من كان يتصور ذلك؟ من كان يتوقع ذلك؟ والأمة العيناوية في أبوظبي في يوم السبت. هذه الكرة وجوناتاس جاء بالعرضية، أعتقد تسلل الهدف الكرة الماضية، ربما يعود لكن هذه اللعبة هذا جوناتاس العرضية في الكرة الماضية. العين يسجل هدف خامس في المباراة الآن، وبالتالي يتقدم بخماسية. نعم، هاتريك للابا، غاب في الجولات الأربع الماضية وسجل هاتريك في مرمى الجزيرة.